بين ذكرى ميلادك وذكرى رحيلك زمن تعرفه الدنيا بأنه زمن الحسين، ويعرفه الأردنيون أكثر من غيرهم. ها أنت لا تغادر ذاكرتهم، لأنك لا يمكن أن تغادر وجدان تاريخهم. والسرب المتأصل من الهواشم كنت فيه نسراً يطارحه الحمام هديلا، كنت فينا عز ديرتنا وشيخ القبيلة، والقبيلة أمة من المحيط إلى الخليج تصبر على الضاد. وكم أشرقت شمس هذه الربوع على صباح مفعم بالوعد والسعد، وكم أقبل علينا ليل دامس أخرجتنا منه بضياء بصرك وبصيرتك، وكنت القائد والجندي معا. ذلك هو الجيش الذي جعلته مدافعا عن الإنسانية كلها حين تئن من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أيها الهاشمي الذي حمل مشعل الرسالة تنير ظلام التائهين في ليل الفتنة كي يروا ملامح الطريق بإيمان يرق وقلب يخفق بالحب والعفو والصفح، فكانت العروبة فؤادك الطيب. ومن مثلك في زمنك وقد آمنت بكرامة الإنسان لما كان غيرك يسحقون روحه وجسده وطموحه، ووقفت فينا تلخص تجربة الملك الإنسان. كنت مريضا ولم نكن نعرف. فكل ما حاولت في هذه الحياة وعبر هذه المسيرة ما كان إلا لينصب في اتجاه واحد وهدف واحد، وهو أنه العشيرة الكبيرة والعزوة الطيبة يشعر كل إنسان فيها بقيمته بإنسانيته بأثره بمكانته، ويساهم بالتالي في صنع ملامح المستقبل ورسم ملامح الطريق. إنسان واحد لا قيمة له في هذه الحياة، ولكن القوة الحقيقية هي في وضوح الرؤية لدى السواد الأعظم من الناس، في التماسك، في الوعي. عندما تكون لغة الإقناع والحوار هي اللغة السائدة وهو الأسلوب المتبع. لكن دوحة الهاشميين تجود بالأحرار يأخذون الراية من يد حرة إلى يد حرة تخفق في العلا. فسلام على روحك يا حسين، وسلام على ذكراك.